زراعة الخشخاش المنوم تجارة مزدهرة في أفغانستان، تجاوزت إيراداتها السنوية 700 مليون يورو بحسب تقديرات الأمم المتحدة. مادة الأفيون المستخرجة من هذه النبتة يتم تحويلها في الخارج إلى مادة الهيروين باهظة الثمن، ولذلك فإن إيرادات هؤلاء المزارعين تفوق كثيراً إيرادات مزارعي الخضروات أو الحبوب، لكن دخلهم ضئيل جداً مقارنة بمبيعات المخدرات. فالجزء الأكبر من الإيرادات تحصل عليه حركة طالبان في إقليم هلمند، حيث تزرع نصف مساحة الأراضي بالأفيون لتمويل عملياتها الإرهابية. وهذا ما يقلق المجتمع الدولي قبل عام من سحب القوات من هناك. علينا في الفترة الانتقالية التأكد من مساعدة أفغانستان التي تواجه خيارا هاما، إذا عليها أن تختار بين بناء اقتصادها من الأعمال غير المشروعة أم المشروعة كما نتمنى بالطبع. وتزامنا مع إعلان تقرير الأمم المتحدة، حرقت السلطات الأفغانية 20 طنا من المخدرات المصادرة، ويقدر حصاد هذا العام من نبتة الخشخاش ب 5500 طن بعدما خسرت القوات الدولية حربها على المخدرات في أفغانستان.